مرحبا فيكم، راح فيكم معانا جديد بفيديو جديد اكثر من رائع. اليوم راح نعمل سوا تمارين صباحيه رائعه او تمارين مسائيه باي وقت انت بتحبوا تمارسوا الرياضه. تكون تماريننا لليوم كثير مفيده وجد جيده للناس المبتدئين بالرياضه او للناس اللي ما عندها اوزان في البيت، لانه اليوم راح نشتغل فقط بوزن الجسم وراح نعمل راح ندخل الجزء اللي هو جزء الهوائي، تمارين الكارديو، تمارين هوائية، وندمجها مع تمارين مقاومة، تمارين بوزن الجسم لأفضل نتائج لشد الجسم وحرق الدهون وكمان حتى تستفيدوا بتقوية العضلات. خليكم معي، يلا سوا جيبوا منشفة مي، إذا ما تكون خلوها حدكم، وخلينا نبلش على طول. نحط أغاني على الواطي، أغاني صباحية. هذا الدكتور عم تسمعوني. خلينا نبلش بتمارين الأحماء، ما عرفش مكانها. شد أعضاء البطن، نتنفس، نبتسم طبعا. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عن جديد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، رب ومور بعد مرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، برافو. رح نمشي شوي لقدام، ورا، قدام، ورا، قدام، ورا. نضرب حالة رجلين، ثلاثة، أربعة، خطوة قدام، خطوة ورا، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هلا من هون افتحوا سكروا، افتحوا سكروا. حاولوا تنزل شوي مثل الرباع، تنزل شوي مثل الرباع. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. معلش جيب مكان نعرف نجون سوا بس مارس. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. لقدام ورا، قدام ورا، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. برا جوا، برا جوا، برا جوا. افتحوا سكروا. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. برافو، خذوا نفس، نفس عميق من القلب، طلعوا النفس من الدم، نفس عميق من القلب، طلعوا النفس من الدم. مرتين بعد، شدوا الجسم لفوق، بعد مرة، افتحوا رجلين شوي، نعمل ستريتش أو تمد العضلات الخصر. واحد، اثنين، ثلاثة، شدوا البطن، أربعة، ما تحركوا الحوض، خمسة، بس مددوا اليد بعيد، ستة، مش لتحت، لفوق، سبعة، ثمانية، تسعة، أوكي. من هون أعملوها على جنب، بنمدها لقدام، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، لتحت، إيد تاني لفوق، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. نرجع على النص، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. نحط إيدين على الركب، نبرم الظهر، رقبة جوا، نطلع، نبرم الكتاف. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عكس. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. يلا نروح تاني جهة، اوكي؟ بنمد ونرجع، الحوض ثابت مكانه. اثنين، ثلاثة، طلع النفس فوق. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، أربعة، تسعة، اوكي؟ خليها فوق. هلا بنمد لقدام، خليكم معي، نمد الجسم لقدام، اثنين، ثلاثة، لبعيد، أربعة، خمسة،
حتى الشد ولا الرجل سبعة. من هذا الرجل الخلفي ننزل ايد تحت تيمي فوق عكسه. واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشرة ساعة جديد قدام ورا هالمرة قدام حاول بعد حتى لو ما وصلنا للأرض بس هيك. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. خليكم تحت يمين يسار يمين يسار. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. برافو عليك. بديت العركة نصف الظهر ضم الظهر على فوق. هلا من هون يا بدي اياكم تعطوني ستيب تاتش يمين يسار يمين يسار بس مع حركة الايدين. اذا بدكم اذا بتحسوا بتلخبطوا ما تحركوا الايدين او مع الايد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كتر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. برافو. لفوا برضو كاملة على ورا. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هلا اثنين سوا لفوا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ثبتوا الرجل تاب وريتش لفوق. فوق 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 أربعة بعدنا عم نحمل. خمسة ستة سبعة ثمانية كروس. مددوا إيد عكس جسم. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. برافو. نرجع يمين يسار. طبعا صوت الجيران الصبح. عملوا حالكم ما سمعتوهم. هلا بدي اطلع من يمين يسار. سكوات مسكر سكوات مسكر سكوات بس من مرات. أربعة خمسة برافو عليكم. ستة ده جالس. سبعة ثمانية أوكي خلصنا. أقيموا تمارين ما هلا خلينا نبتدي بجزء الكارديو أو تمارين هوائيين على ضربات القلب. نشتغل على ضربات القلب الأوعية الدموية وبعدين ندخل على تمارين المقاومة لوزن الجسم. فخليكم معي جاهزين. يلا أول شيء رح نعمله رح ناخذ ستيب تاتش هذا الشكل. أوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة. أوكي لهون بس الرجل. واحد اثنين ثلاثة أربعة. من مرة. خمسة ستة سبعة ثمانية. عم تجي يمين يسار. اثنين بس أربع مرات. ثلاثة أربعة. أوكي خلينا تاني جهة. من مرة. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. عن جديد. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. عطول الجنب جات. واحد اثنين خلوه بطيء بالأول. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هلا سريع كمان سريع. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. برافو عليكم. مارش. عرفتوا الحركات جديد. هلا حنعيد أربع مرات ستيب تاتش ثمانية ركبي. أربع مرات ستيب تاتش ثمانية ركبي. بعدين جنب الجنب. جاهزين؟ خليص بس حلو. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة. وقفوا. من مرة. اثنين
ما يعيش انسان صريح؟ يلا روح. 8 3 4 5 6 7 عن جديد ما بنوقف. يمين يسار 8 3 هدفنا نرفع ضربات القلب 4. خلينا هون ركبي 8 3 4 5 6 7 يمين يسار عن جديد 1 2 3 مكانك على الرجل من ورا 4 5 6 7 8 سريع عادي بطيء 8 3 بس 4 مرات هلا و 4 سريع 1 2 3 4 مجد يمين يسار 1 2 3 4 ثانية ركبي لفوق 8 مرات 2 4 5 6 7 8 مجد يمين يسار 6 8 3 ثانية ركبي 1 2 3 4 5 6 7 4 بطيء جات 2 3 4 سريع 1 2 3 بعد مرة آخر مرة ستيب تاتش 1 2 3 4 ركبي 1 2 3 كمان مرة 4 5 6 7 8 على رجلي ستيب تاتش 2 3 تاني رجل 1 من ورا 4 5 6 7 8 بطيء 8 3 4 سريع 1 2 3 4 السلام عليكم. ناخذ نفس عميق واكسهل. اوكي هلا حنبتدي تمارين مقاومة بوزن الجسم. إذا بدكم تشربوا مي قبل ما تبلشوا أو دايما خليكم عم تحركوا رجليكم مارش ما توقفوا حتى لو تشربوا مي برجع اشربوا. يا جاهزين؟ أول تمرين رح نعمله اللي هو السكوات. نرفع رجلين بعض البعض، الأصابع أوسع شوي لأنه ما بدنا ننزل ركبنا يصيروا هيك، أوكي؟ بدنا ننزل ركبنا يرتفع بدل. دايما على طول لما بننزل سكوات خلوا كل رجل على الارض، رجل على الارض، ظهر مستقيم، ما تطلع على الاصابع غلط او تدفشوا لقدام، لا. يلا. حنعمل اول تمرين سكوات ونرفع رجلين، سكوات نرفع رجلين، 2 3 تحت، فوق، 4 5 6 7 8 2 بعد على نفس الرجل 9 10 خليك لتحت 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ناخذ اجرين ثاني جهه كفي على طول ناخذ نفس عن جديد سكوات ارفع 1 سكوات ارفع ضل على مهل ببطء 3 عشان ننزل على الرجل كامل 4 الركب مفتوح على برا 5 6 7 8 2 بعد 9 وبعدي 10 خليك تحت 2 خلي الركب مفتوحين كل الرجل على الارض ظهر جاهز 7 8 9 نريح رجل برافو. هلا خليكم معي نعمل حركة نمشي على اليدين ونطلع نطلع اوكي على مهلنا والركاب طبعا اذا كل يعني كثير مبتدئين ما فيكم انزلوا على الركاب تمشوا ترجعوا تطلعوا بهذا الشكل اوكي. بس انا بتمنى عليكم انكم تجربوا تشدوا على نفسكم شوي وركب شوي نمشي لقدام نرجع لورا واحد نفرك نمشي قدام في البيان تبعوها ما تروح الضهر عضلات البطن تضل مشدودة نرجع ونطلع لفوق
اثنين. من ود جسم للوح او البلانك ما تاخذ ضغط بطنها مشدود رجع مطلع. اربعة. نسلك شوي. خمسة. في ناس ايدها رح توجع من هون عادي بالبداية. ستة. مع الوقت بتقوى. سبعة. نفس الحركة
رابط موقف عنا ها ناخذ نفس نهر النفس جاهزين اوكي هلا هنفتح الوجه نفس وضعية السوم سكوات حتكون بهذه الوضعية اللي رح نعمله مبتدئين ما بدكم تنطوا رح تعملوا واحد سريع اوكي إذا فيكم خلينا ننط خلينا نشد على حالنا لأنه بس 10 اوكي يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خلينا هون 2 ركبة مفتوحة برا الاجر كامل على الارض 7 8 9 10 برافو شو سهلة يلا هلا اخر تمرينين حيكونوا العضلات الكور اللي هي البطن هلا برا هلا نعمل اول شيء بلانك عادي بعدين رح نروح بلانك عكسي اوكي رح اعين عندي الساعة بس 20 ثانية اوكي جاهزين؟ 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 يلا ستارت طلعوا اهم شيء شدوا البطن داخل اوكي؟ وتنفسوا بس كلها 20 ثانية ما تروحوا البطن ما لازم تحسوا انه في هيك هيك 18 19 اوكي برافو عليكم رح نركض اوكي رح نروح عكس جاهزين رح اورجيكم حركة الاول حط ايدينا ورا هيدا الشكل رح نشد جسمنا فوق ونهدي هون بس اوكي تمرين اللوب بالعكس يلا ستارت برافو عليكم قربنا 7 لاحظتم نهدي شوي هون نوصل هون نوقف شوي 8 عشان نزيد قدرة التحمل
للمعصم لليدين 9 للجزء كامل. نفس الوقت عضلات الكور هي بكرة 10. كل ما عليك أنا عملتوها بس جولتين كتير سهلين. حابب تشدوا على حالكم شوي لتتعودوا تتأقلموا وتحسنوا بالرياضة وتقوى عضلاتكم. اوكي خلينا نعمل اللانج نجي لورا. يلا جزئين شد البطن على محل ناخذ الخطوة على أصابع بلش بقوة الرجلين من غير ما نرفع الكعب من هون نثبتها. اوكي شد البطن واحد او خلوها هون. اوكي اثنين ثلاثة أربعة. لما بتشدوها شدوا عضلات مؤخرة بالرجل الثاني. خمسة ستة وركزوا. سبعة عشان تدوا مرزلوا. ثمانية لازم تركزوا دايما على النقطة مش عم تتحرك. تسعة مش شايفين مش عم تطلع عليكم. عشرة برافو عليكم. خلينا تحت خلينا قوية مشدودين مؤخرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هيا أنا بعد من امبارح عاملة تمارين رجل قوية. أوكي فعضلاتي بدأنا يوجعوني بس قلت لازم أعمل لكم تمرين اللي زمان ما نزلت لكم شي على اليوتيوب. يلا تاني جهة عندي تحت هو شدوا واحد وهيدي وشد الثاني على الكعب كامل بس الثاني. أربعة خمسة برافو عليكم رفعوا هيك. ستة سبعة ثمانية جدا مهم نأدي التمرين بطريقة صحيحة والوثيقة. تسعة هيك عشرة تستفيدوا خليكم تحت. اوكي بطل مشدود. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما تتحمس. سبعة ما توقعوا مثلي. تسعة عشرة برافو. يا خرجة كده نمشي اليسار اليسار بس حتى نحركش الدم وتكون شدت العضلات طبيعي قاعدة. هيدا مطلوب أصلا إنه تشد. طيب هلا عنا تمارين الظهر والصدر. كيف بننزل على الأرض يا ارفع وبوش. واحد ارفع شد الظهر سوا. اثنين ما ترفعوا الرقبين ما لها داعي. ثلاثة ارفع هون طلع النفس دايما اكسبر. تمارين الصدر او اي تمارين فيها دفع طلع نفس بالدفع. ستة ارفعوا امسكوا. سبعة ارفعوا امسكوا. ثمانية ارفعوا امسكوا. تسعة عشان تحدي ارفعوا امسكوا. عشرة عشان تحدي برافو عليكم. نرجع نقوم شو ما لنا خلصنا ما بقي شيء. رح وقفت بظهر الله. هلا رح نعمل مثل ما قلنا او اذا عندنا اي مشكله فيه ما فينا نمر نعمل هيدا. اوكي ظهر جالس نحاول نقوي ننزل بالرجل او بالنار كل 10 مرات. واحد ثلاثة أربعة اعطيك اربعة برا. خمسة ستة سبعة لنستهدف عضلات قلب الفخذ. ثمانية تسعة عشرة خليكم تحت. ثمانية على بركة حاسين ولا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. وقفت من هون وقفت لأنه برافو عليكم. يا هلا تمارين اثنين بدنا لازم نقوم نعمل شوي كارديو قبل ما نعمل ستريتشين. يا اثنين جزئين 20 ثانية على الكور. اوكي شدوا البطن مدوا تثبتوا هون امسكوا على البطن داخل. اوكي ونثبت منشد كأنه عاملين تمرين بطن كرانشز يعني سكر العضلات على بعضها. عشرين برافو. رفع الكتف اسمعوا صوتك
معانا جديد. جاهزين؟ يلا 1 2 جو. شد الجسم كامل فوق، بطن مرجول طلع لفوق، جسم كله نفس اللوح. اوكي، ما تحاول ترفعوا مؤخرة هون، تنسوا حالكم، لا شدوها على الاخر، كلها 20 ثانية بس. صارت ولا ما صارت؟ اكيد انا اكيد انه صارت، رح شوفها، خليكم فوق. صارت. برافو، يلا نخلص التمرين ب80 كاجو. جاهزين؟ يلا. ستيب تاتش. واحد، أربع مرات، اثنين، ثلاثة، أربعة، صعبة هلا شوي، ثمان مرات هيدي، ثلاثة، أربعة، فارق بخمسة، ستة، سبعة، ثمانية، هلا جمجات، ثمان مرات، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، برافو، بنرجع ستيب تاتش، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، برافو ركبي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، جنب الجنب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، برافو. هلا بدنا نعمل بيبيز، هي بيبيز، ثمان مرات كمان، أوكي؟ رح نعيدهم ثلاث جولات هول كلهم اللي نحن هلا عم نعملهم. إذا ما بدكم تنطوا بالجنب الجنب، فيكم تعملوا هيدي الحركة يعني بدل هاي. اوكي؟ عندكم اي مشكلة صحية اعملوا هيك. جاهزين؟ جاهزين بالبربيت، عندكم كمان نوعين، ما فيكم تنطوا، بنرجع لورا، بنرجع بنوقف. بنرجع لورا، وفينا نرفع الأصابع، فينا ننط معي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عم حاول سهل لكم اياها، شايفين؟ ستة، نرفع، سبعة، ثمانية، شغلي، جاوب، ستيب تاتش، أربع مرات، واحد، اثنين، ثلاثة، شد البطن، أربعة، ثبتي عندك، ركبي، ثمان مرات، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، شو عندك هلا جنب من جاكس؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ستيب تاتش، واحد، اثنين، اثنين بعد، ثلاثة، أربعة، لهيدي الرجل، ارفعوا ثمان مرات، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، جنب الجاكس، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، بربيز، جاهزين؟ يلا، نقطة، واحد، نقطة، اثنين، ثلاثة، أربعة، شغلين، خمسة، ستة، اثنين بعد، سبعة، هون بدكم تعبتوا، ثمانية بس بعدها للمرة، يلا ما توقفوا، واحد، اثنين، أربع مرات، ثلاثة، آخر مرة، أربعة، ركبي، ثمانية مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، جنب الجاكس، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ستيب تاتش، واحد، اثنين، أربع مرات، ثلاثة، أربعة، هلا ثاني رجل، ني، اثنين، ثلاثة، أربعة، ثمانية، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، جنب الجاكس، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ما توقفي سبعة، ثمانية، بتعرفي إنه عندك هيدا آخر تمرين، بربيت، ثمان مرات ونخلص، اثنين، شدي حالك، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، بعرفي إنك بتعرفي التمرين بعد يلا، ما توقفي، أنا عارفة إنك بتعرفي معي، ثمانية، مش مهمنا ما توقفي بسرعة، خلي ضربات قلب تنزل على مهل، برافو عليك، عملتي اليوم مجهود رائع، ولازم تكون فخورة بنفسك انك قررتي انك تبتدي، وانك قررتي انك تتحركي،
وتغير حياتي. ما في داعي نعمل كل يوم كثير ساعات كثير من الرياضة، حتى لو عملنا 30 دقيقة أو 40 دقيقة من التمارين الرياضية اللي تستهدف جميع عضلات الجسم، نستفيد كامل ندمج فيها تمارين الكارديو مع تمارين المقاومة. صدقوني ما كنتم محتاجين انكم تعملوا شيء زيادة غير انكم تتحركوا ونشاطكم اليومي العادي بالبيت اللي هو المشي العادي، فكرة تمشوا برا، سباحة، هول قصص، بس كتمرين تمرين هو التركيز على العضلات أو التمارين الهوائية لضخ الدم والأوعية الدموية وعضلة القلب لتحسن اللياقة وتشد الجسم، أنتم محتاجين تدمجوا بين الكارديو تمارين المقاومة بشكل صحيح وتأدوا التمارين بالشكل الصحيح لتستفيدوا. أوكي؟ أتمنى تكونوا سمعتوني، لأنه فجأة طلعت أغنية صوتها عالي. فمثل ما قلنا كثير مهم انتم ما كنتم محتاجين تعملوا ساعات طويله من الرياضه، محتاجين تعملوا التمارين الرياضيه بالشكل الصحيح، الاداء الصحيح والتكنيك جدا بيفرق بالتمرين، بجنبكم اصابات وشغل على العضل. وثاني شيء مثل ما قلنا دمج الكارديو تمارين هوائيه مع تمارين المقاومه ولو كانت بوزن الجسم راح تستفيدوا منها اكثر من انكم تعملوا يوم كارديو يوم وفيكم يوم مقاومه، وفيكم طبعا مثل ما تقول تزيدوا نشاطكم اليومي، حركتكم العاديه في البيت او مشيكم برا، هذا بيكون كافي جدا نستمر، لان الرياضه هي لايف ستايل اسلوب حياه. فما تعملوا شيء بكثره وتبتدوا تعملوا ساعات طويله بالنهار وكثير كثير وكل يوم من غير ما تلتزموا، بتعرفوا انكم رح تلتزموا لفتره طويله. خلينا نعمل شوي ستريتشات على السريع، ناخذ نفس. وتذكري تماما اذا انت عندك مشكله بالبطن، عندك دهون بالبطن، ترهلات بالبطن، هيدا ما بيعني انك لازم تركزي على تمارين البطن وتعملي كل يوم بطن ولازم تعملي بطن، لا ابدا. تمارين البطن بتقوي عضلات البطن، يوم استهدفنا عضلات البطن بعده حركات، مش ضروري نعمل تمارين كرانش اذا صار نحس انك عملتي البطن، استهدفت البطن بحركات البلان اوكي واشتغلت على البطن، هيدا بيكون كافي. ومثل ما قلت خلوا افتحوا الكف جيبوا الكتف على هيدا الجهه واسبرتم، مثل ما قلت المهم انه النظام الغذائي يكون اقل من احتياجك، يكون عم تاكلي اقل من اللي عم تحرقيه، يعني عامل دايت صحيح متكامل على عناصر غذائيه 70% للدايت، اذا فيكم زر تحت اذا ما فيكم سبرتوا هون اوكي 70% للدايت، حركوا يمين يسار والباقي تمارين رياضية صحيحة فقط لا غير. ريحوا تحت رخوا، إذا ما فيكم توصلوا للأرض عادي فيكم تضلكم هون، اللي عنده ضغط عالي ضغط دم عالي ما فيهم ينزلوا هيك الحركة أوكي، لفوا شوي 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 حتى ما تدوخوا كتف على ورا أوكي، بدنا نروح جهة واحدة نعمل ستريتش لقلب الفخذ، جهة ثانية ستريتش لقلب الفخذ، برافو. هلا لفوا الرجل هون، حاولوا اثبتوا هون، إذا فيكم تنزلوا أكثر نزلوها، ما فيكم عادي، اعملوا حسب استطاعتكم، أوكي؟ هلا هون خلوا هاي مطوية، وهي دي خذوا الفضل لورا، وهي دي مدوها. برافو، نروح ثاني جهة. عالجي مثل ما قلت فينا نضلنا هون اذا مش قادرين، بنقدر ننزل نشد لتحت نرخي الحوض، عنا الليونة كافي اعملوا هيك، كل انسان يختلف جسمه على الثاني. اوكي هي مطوية اوكي حولها لورا وهي على الاصابع وستريتش، ما فينا نوصل لتحت عادي خليكم فوق كمان منا مشكلة ابدا. برافو اوكي، هلا اذا فيكم عندكم حيط فيكم تهدوا فيه مع عندكم ثبتوا هون شدوا، اوكي ما تروحوا معاها لا، ثبتوا جسمكم حاولوا تشدوا الرجل فقط لا غير، من غير ما تحركوا شيء ولا الظهر، بطن مجلود شايفين؟ بنرفع البطن مجلود وبشدة هيك بس، برافو كمان فيي ارفع هيك شد الظهر، ارفع شد الظهر كمان فينا، نحن قاعدين
حط رجل فوق الثاني، اوكي، وشد الظهر لعنا، مدله اور ستريتش لا بالفوت، حط الكعب على الكعب بس تحت الاصابع، خذ نفس خلوها بعيدة، اوكي، لا تقدروا تنزلوا ورخوا عضلات اسفل الظهر من تحت قلب الفخذ، تحسوا فيه هون كله كامل، بتكونوا عم تعملوا ستريتش بس استرخاء، اوكي، اعملوه باسترخاء. نفس نفس. وهيدي كانت تمارينا لليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا معي وبشوفكم انا بفيديو جديد اكثر من رائع لتمارين المبتدئين او غير المبتدئين. واذا ما تكونوا تابعوني على الانستغرام بنزل دائما تمارين كمان بتفاصيلي ومن فقرات كثير اسئله واجوبه، اذا كان عندكم اي اسئله اذا كان عندكم استفسارات راح يكون دائما عندنا بس مباشر على الانستغرام للإجابة على جميع أسئلتكم والأسئلة اللي بتطرحوها. أتمنى أشوفكم على خير وأتمنى لكم يوم سعيد. باي باي.